إذا الآن رح نطلع على الإيكوفلنت سيركت للسكول كيج إندكشن موتور اللي بتشبه إلى حد كبير الإيكوفلنت سيركت للمحول ترانسفورمر. رح تلاقوا في اختلاف طبعا بالترانسفورمر لأنه الأوتبوت مش ميكانيكال، الأوتبوت عندي إلكتريكال، فرح تلاحظوا الترانسفورمر كان عندي الأوتبوت هون مفتوح ورح وصله على الدائرة اللي بعدها. إذا نطلع هون عندي طبعا هذه هون ثيرد فيز، يعني هاي لكل واحد من الفيزز في عندي هذا الموديل اللي موجود هون، بس احنا بنركز على فيز واحد الثاني يكونوا متماثلين او متطابقين. في عندي اختلاف اساسي كمان هون، عندي ما بين البرايمري والسكندري هون في عندي هون اير جاب. ما كان في عندي اير جاب في المحول. اذا هون حتى ناكد هذا رح نحط هون كلمه اير جاب، لانه الانرجي او الطاقه على شكل ماجنتيك انرجي بدها تنتقل من الروتر من ستيتر للروتر، فبدها تعبر الاير جاب، بدها تنط عن الاير جاب، هاي رح تكون عبر الاير جاب من هون. ولذلك الماجنتيك سيركت في الاندكشن موتور فيها اير جاب، ما كان في عندي اير جاب في الترانسفورمر. نطلع الان هون عندي طبعا رح يكون الفولتج رح يمر عندي هون الكارت. هلا عندي في اندكتنس في الستيتر ما بيعمل لينكج للروتر، هذا بنعتبره هون ليكج اندكتنس. ليكج اندكتر اندكتنس للستيتر اكس اس. وكمان في عندي كوبر لوسز. ايش سبب الكوبر لوسز في الستيتر؟ شو هم؟ عباره عن ايش الكوبر لوسز؟ شو سببهم؟ اي سكوير ار. بصير في عندي اي سكوير ار لوسز، مش رح يمشي كارنت في الستيتر، ولا مش كارنت في الستيتر رح يكون في عندي كوبر لوسز. هذا هون الار اس بتمثل الكوبر لوسز اللي رح تصير عندي في الستيتر. هلا عندي هون ان بارلل مع هاي في عندي هذول الجزئين اللي هون. الجزئين اللي هون بيمثلوا ار اس سي، شو بتمثل بتذكركم هاي؟ بالكور لوسز. والكور لوسز نوعين كانت، شو هي؟ هيستريسز وايدي كارنت. اذا هذه الكور لوسز هون لاني وجدنا انهم 90 انهم ان لاين ان فيز مع الفولتج، يعني اللوسز ان فيز كان كور لوسز، والكور لوسز هون جزئين هيستريسز وايدي كارنت. وراح تلاحظوا كمان الستيتر تبع الاندكشن موتور فيه لامينيشنز بنفس الطريقه عشان تخفف من الايدي كارنت بروسس اللي موجوده هون. عندي الماجنتايزيشن، الماجنتايزيشن رياكتنس اللي بيسبب ماجنتايزيشن، لما بدي اعمل ماجنتايزيشن في البرايمري والسكندري رح الاقي في ماجنتايزيشن كارنت ماشي، هذا ماجنتايزيشن كارنت 90 درجه اوت اوف فيز مع الكارنت، فراح امثله في اندكتنس. اذا هذا الماجنتايزنج او الماجنتايزيشن رياكتنس. لان احنا لما نحدد الكرنت اللي داخل على الستيتر رح الاقي في جزء منه 90 درجه اوت اوف فيز مع الفولتج، هذا بسبب ماجنتايزيشن، وراح الاقي في كرنت ايش ماله؟ ان فيز مع الفولتج، هذا طبعا راح اخسره كلوسز. هل بخسر لوسز في الاندكتنس؟ شو عماله بصير الباور اللي بتروح الاندكتنس؟ بتروح بتتخزن فيه وبترد بترجع. كل 180 درجه بياخذ هاي الطاقه وبعدين بيرد برجع لها. ولذلك الاندكتيف لود شو بنسميهم؟ الاندكتيف والكاباسيتيف لود. ايش التعبير العام اللي بنستعمله لهم؟ رياكتيف. رياكتيف يعني بياخذ وبرجع، بياخذ وبرجع. لكن هون عندي الطاقه اللي بتروح هون خسرتها مضبوط، لانها ان فيز، الفولتج ان فيز مع الكرنت راح يضيع على شكل كور لوسز وهيستريسز لوسز، راح تؤدي لانه يحمى عندي هذا الكور وبصير في حراره. هلا تكون عندي هون الكرنت او هون تكون عندي زي فولتج، الفولتج هذا راح يعمل اندكشن انديوسنج يعني حث لفولتج في الروتر. مش راح ينشا عندي فولتج في الروتر؟ يعني الروتر كيف راح ينشا فيه كارنت في الروتر؟ الروتر على فكره كهربائيا معزول تماما عن الستيتر، مزبوط؟ كيف بدي انقله طاقه؟ ما في سلك امده من الستيتر للروتر حتى انقل طاقه، كيف بدها تنتقل الطاقه؟ بالحث. الاندكشن، كلمه اندكشن هون موجوده هي بالحث، فانا نقلت طاقه من البرايمري للسكندري، بس راح تصير في قطع للخطوط، مش خطوط المجال رح تصير تقطع هذول ويتكون فيهم كرنت ويمشي هذا الكرنت. هذا بنمثله احنا الموديل تبعه بنعمله على شكل ايديال ترانسفورمر. هذا الايديال ترانسفورمر في نسبه معينه من الفولتج هون او الفولتج اللي موجود هون بنسبه معينه رح يبين. رح يتكون عندي هلا فولتج في السكندري في الروتر. الفولتج هذا رح يمشي في عندي كمان سيلف ليكج اندكتنس للروتر، يعني مش كل الاندكتنس اللي موجود في الروتر رح يعمل لينكينج مع البرايمري. وايش كمان رح يتكون عندي؟ لوسز. بس هدول هون في عندي جزئين احنا بيناها كريزستر واحدة، انا راح افصلها تو ريزسترز بعدين. واحدة من الريزسترز راح تكون الروتر كوبر لوسز. ايش هدول الكوبر لوسز؟
اللي هم الاي سكوير ار اللي راح تمشي في الروتر، راح يحمل روتر بشكل انه في كرنت مشي فيه. لكن الجزء الثاني من هاي المقاومه راح يمثل الكونفيرتد ميكانيكال باور. احنا مش قادرين نحطه، مش قادرين ادمج الميكانيكال معاها، فشو بعملها؟ بقسم هاي لتو ريزيسترز، بقسمها لريزيستر هي ار اللي تبعت الكور لوسز تبعت السكندري، وفي ريزيستر ثاني راح يتمثل الكونفيرتد باور اللي بتتحول من طاقه كهربائيه لطاقه ميكانيكيه، راح اشرحها بعدين بالتفصيل، وراح احط هذول على شكل مقاومتين راح يصير. بس مش هلا، بعدين اللي جاي. واضح هذا هاي كيف بيشبه المحول؟ هلا الاختلاف الاساسي بينه وبين المحول انه هون ما عندي شيء كهربائي يطلع، شو عندي بيطلع؟ ميكانيكي. اذا بدك ممكن تعدل هذا الموديل بالشكل التالي. هلا هذه قسمتها لتنتين، هلا لما بجمع هذول اس 1 ماينس اس قديش رح يعطيني؟ اس زائد 1 ماينس اس شو رح يعطيني؟ 1. فكان هاي ترجع كان هالمقاومه الاصليه، بس انا هون على فكره قسمتها لجزئين، شو بتتوقعوا هذا الجزء بيمثل؟ مين الاصغر فيهم؟ 1. اذا كانت اس صغيره 1.5% رح تكون هاي اصغر شيء، مش هيك؟ يعني اذا هاي 1.5% هاي قديش رح تكون؟ نص 98 98.5% مش هيك؟ اذا هاي شو بتمثل بتتوقعوا؟ هاي بتمثل الكوبر لوسز، وهاي شو بتمثل؟ الكونفيرتد ميكانيكال باور. كونفيرتد بس احنا مثلناها كمقاومه، هو ما في مقاومه، هي راح تتحول لميكانيكال باور، لكونفيرتد ميكانيكال باور، وراح تكون كانها مقاومه، المقاومه هاي بتمثل الكونفيرتد ميكانيكال باور، راح تتحول هيك. واضح لحد هون هذا كل كومبوننت من الكومبوننتس، هاي شو الهدف منه؟ هاي هون الليكج الاندكتنس تبع الستيتر، الليكج اندكتنس تبع الستيتر. ستيتر كوبر لوسز. شو بتتوقع هاي القيمة تكون كبيرة ولا صغيرة؟ حسب السبب يعني بالنسبة لهاي شو راح تكون؟ صغيرة. هاي صغيرة وهاي راح تكون أكبر. هون عندي كوبر لوسز اللي هي بتمثل الكور لوسز الهستريسز والإيدي كارنت لوسز، هذه بتمثل الماجنتايزنج رياكتورز. ايديال ترانسفورمر عشان يتحول عندي فولتج من الستيتر للروتر. ليكج اندكتنس تبع الروتر، وبعدين عندي هون ريزيستر بمثل الكوبر لوسز وبمثل الكونفيرتد ميكانيكال باور، يعني هاي برضه راح احط تحتها بي كونفيرتد، وهاي راح احط تحتها بي روتر كوبر لوسز. اوكي ماشي، واضح هاي؟ اذا هدول هلا راح نيجي عليهم بتفصيل اكثر كمان شوي. اذا هلا لو جينا طلعنا على هذا، هلا بدي اعمل ريفيرل من هذا من السكندري للبرايمري، وراح اغير الاسماء هذول، راح اسمي هذول R1 وراح اسمي هذا R2. فالموديل هذا الايكوفلنت موديل، بقدر اكمل بالطريقه هاي، راح اسمي هذا X1، راح اسمي هذا R1، راح اخلي هذا هون RC، وراح احول هذا واخلي هذا نفس الشيء XM. راح اشيل الان ترانسفورمر واعمل ريليشن شيب، اعمل ريفيرال، والريفيرال هون راح اسمي هلا هذا X2، وهذا عندي هون راح اسميه الان R2 على S مقاومة واحدة، وبعدين راح اقسم هاي المقاومة لمقاومتين، فهاي ال R2S تتحول ل R2 1 ماينس S على S R2، وراح نشوف اذا جمعنا هذول الاثنين راح يعطيني هاي اللي موجودة هون. هلا الاختلاف الاساسي بين هناك وهون ايش صار عندي؟ مقسومة على S منهم، فكل ما قلت S يعني اقتربت من الهاي، لما تقل S ايش راح يصير في المقاومة هاي؟ تزيد. راح تزيد مظبوط. شوفوا لاحظوا نقطة مهمة، تذكروا هذا الكيرف اللي موجود هون. قديش قلنا S هون؟ واحد. قديش S هون عند النقطة هاي نفسها؟ زيرو. عند النقطة نفسها بالضبط. إذا S زيرو حطيتها هون، R2 على زيرو ايش راح تعطيني؟ فكانها هذه هون اوبن سيركت، كاني مش عم باخذ منه اي شيء. كيف المحول لما كنت المحول ما اخذش منه اي شيء والسكندري تبعه اوبن سيركت، نفس الشيء راح يكون عندي عند النقطه هاي زيرو، فراح يكون هذه كانها كبيره جدا.
لما تبدا هلا اس قيمتها تزيد شو راح يصير في المقاومه هاي؟ راح تقل مش هيك؟ واعلى قيمه للمقاومه هاي الكوفلنت وين راح يكون؟ ار 2 لما بعمل ستارتنج راح تصير ار 2. هلا طلعوا هاي راح اقسمها لمقاومتين الان. راح اقسمها لمقاومه اسمها ار 2 وهاي اللي بتمثل الباور روتر كوبر لوسز وراح اقسمها لمقاومه ثانيه اللي هي 1 ماينس اس على اس ار 2 واللي بتمثل كونفرتد. وهلا راح نحكي عن هدول راح نحكي عنهم بتفصيل. هلا المفروض هدول اذا جمعتهم شو يعطوني؟ المفروض هدول الاثنين بينهم يعطوني ار 2 على اس. خليني اتاكد لو جمعت ار 2 زائد ار 2 ب 1 ماينس اس على اس شو راح يعطيني؟ ار 2 شو بقدر امثلها اذا بقسمها على اس؟ بقدر اضربها في اس واقسمها على اس فبتصير هذه عندي هون اس ار 2 على اس مش هاي نفس هاي؟ زائد ار 2 في 1 راح تصير عندي ار 2 على اس ناقص ار 2 اس على اس مضبوط؟ هاي وهاي مش بقدر اشطبهم شو بعطيني في النهايه؟ ار 2 على اس. بس ار 2 على اس هي عباره عن مجموعه مقاومتين. المقاومه الاولى شو بتمثل؟ ار 2 روتر كوبر لوسز والمقاومه الثانيه شو بتمثل؟ كونفرتر باور.